السلام عليكم سيداتي سادتي، احمد النشاش معاكم موقع motorati.com. اليوم مثل ما انتم شايفين احنا على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس في ابو ظبي، وعلى يميني سيارة البنتلي كونتيننتال جي تي الجديدة بالكامل. طبعا احنا اخذنا هاي السيارة طلعنا فيها على جبل جيس، قيادة راقية، قيادة سلسة، ولكن اليوم اخذنا السيارة هاي وطلعنا فيها على الحلبة، وانا لسه من 5 دقائق مخلص سواقة هذه السيارة على الحلبة. وطبعا مثل ما انتم بتتوقعوا قيادتها ممتعة جدا. ماكينة الـ W12 بتعطيك العزم وبتعطيك القوة اللي بتحتاجها وبزيادة، شيء ما بتتوقعه من سيارة بهذا الوزن وسيارة بهذا الحجم وسيارة من هذا النوع. بتحسها سيارة رياضية وبنفس الوقت بتخليك قاعد في مقصورة كلها جلد وكلها أناقة. أهم شيء في هذه السيارة على الحلبة إنه لما تروح من اليمين لليسار الخط اللي هو خط السباق، بتحس إنها السيارة ثابتة معاك وبتلف معاك في أي مكان بدك إياه، وبتقدر إنك تدفعها لسرعات بس بتأخذها في سيارات رياضية. فيعني هذه السيارة بقدر بكل صراحة إني أقول إنها رياضية وأنيقة وسلسة بنفس الوقت. طبعا إحنا راح نحكي عنها زيادة إن شاء الله في المستقبل، ونحكي معلومات زيادة عن داخلية السيارة وعن خارجية السيارة. خلوكم معنا. سيارة الكونتيننتال جي تي الجديدة من شركة بنتلي مثل ما انتم عارفين سيارة ذو رفاهية عالية، طبعا مع انه فيها موتور من 6 لتر على شكل W12 ومشبوك فيها جير من 8 سرعات، وبتولد طاقة وقوة غير طبيعية، مع انها لسه بتضل سيارة رفاهية مش مصممة للحلبات، حتى لو انه السيارة بتقدر تطلع من 0 لـ100 خلال 3.7 ثواني، وسرعة قصوى 333 كيلو متر في الساعة. مع ذلك طبعا بتقدر انك تحس بقوة السيارة على الحلبة وتنبسط فيها على الحلبة، ولكن لسه بتحس انه السيارة ثقيلة، ولسه بتحس انه السيارة في مكان غير مألوف بالنسبة لها. هذه السيارة مصممة انك تكون فيها على الشارع، تنبسط فيها على الشارع في الرفاهية وفي الراحة اللي موجودة في هذه السيارة، ولكن بنفس الوقت تقدر انك تطلع بسرعات عالية اذا احتجت على الطرقات السريعة مثلا مثل الاوتوبان في المانيا. ولكن هذه السيارة غير مصممة للحلبة، ولكن بامكانك انك تسوق هذه السيارة على الحلبة وتنبسط فيها، ولكن ليس بنفس القدر اذا كانت سيارة رياضية بحتة. شباب احكوا لنا رايكم في السيارة، احكوا لنا رايكم في الفيديو، ولا تنسوا تتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم.